اعتقد العلماء أن الذرات غير مرئية، ولكن تومسون غير هذا المفهوم باكتشاف أن الذرات تحتوي على جسيمات تعرف بالإلكترونات. اكتشف ذلك تومسون بدراسته لأشعة المهبط. وجد أن الأشعة يمكن أن تنحرف بالمجال الكهربائي أو المغناطيسي بمقارنة الانحراف بالمجال المغناطيسي والكهربي، كان قادرا على تقدير كتلة الجسيمات. وهذا أكد أن أشعة المهبط عبارة عن جسيمات مادية كتلتها 200 مرة أخف من كتلة ذرة الذرات، توصل إلى أن الذرات تتكون من جسيمات خفيفة سماها كورباسكلز وسماها ستون إلكترون. نموذج كعكة البرقوق، الإلكترونات منغمسة في عام الشحنات الموجبة لاكتشاف تومسون للإلكترون. اعتقد تومسون أن الجسيمات تخرج من الذرات للغاز الموجود بداخل أشعة المهبط، توصل إلى أن الذرات يمكن تقسيمها وأن الإلكترونات هي وحدة بنائها، وأثبت أنها تسبح في شحنات موجبة. وهذا كان نموذج خليط الدهن والدقيق بلم بودينج موديل، حيث أن الإلكترونات منغمسة في الشحنات الموجبة كانغماس البرقوق في خليط الدقيق والدهن. اكتشف النظائر المشعة، وضع لوح فوتوغرافي في مسار أشعة المهبط، وجد علامتين من الضوء على اللوح الفوتوغرافي. اقترح وجود نوعين من المواد، نيون 20 ونيون 22. عام 1906 أوضح تومسون أن الهيدروجين له إلكترون واحد. في عام 1905 اكتشف تومسون النشاط المشع الطبيعي للبوتاسيوم. تجاربه على أشعة المهبط، التجربة الأولى وضع مقياس الإلكترونات إلكتروميتر عند أحد الأطراف، ولاحظ الفلوروسينية التي تظهر عندما نخبط سطح الأنبوبة. وجد أن الإلكتروميتر يسجل مرور شحنة عندما يحرف أشعة المهبط باستخدام المغناطيس، توصل إلى أن الشحنة السالبة الأشعة هما نفس الشيء. التجربة الثانية، وجد أن انحراف أشعة المهبط باستخدام مجال كهربي، حيث تخرج من المهبط تمر خلال ممر ضيق أحدهما الأنود أو الطرف الموجب والآخر الأرضي، وبعدها إلى المجال المغناطيسي المتولد بين اللوحين. أشعة المهبط تنحرف بالمجال الكهربي. التجربة الثالثة، استطاع أن يقيس نسبة الشحنة إلى الكتلة في أشعة المهبط بقياس كيفية انحرافها بمجال مغناطيسي وكم قدر الطاقة التي تحملها، ووجد أن نسبة الشحنة إلى الكتلة أقل بكثير من ذرة الهيدروجين. استحق جائزة نوبل عام 1906 عن اكتشافه أن الغازات توصل الكهرباء.